كان الصحابة يفعلون هذا، إذا ولد لهم أولاد بنين أو بنات جاءوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا بالتمرات معهم من أجل أن يحنكهم. وهذا التحنيك هل هو لبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم أو من أجل أن يصل طعم التمر إلى معدة الصبي قبل كل شيء؟ إن قلنا بالأول صار التحنيك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحنك أحد صبيا لأنه لا أحد يتبرك بريقه وعرقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا بالثاني إنه من أجل التمر أن يكون أول ما يصل إلى معدة الصبي لأنه يكون لها بمنزلة الدباغ، فإننا نقول كل مولود يحنك،